أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. We did not come here because we are scared to die. We came here because we fear for our honor. They are raping people out there, those tyrants, those thugs. جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء لصحبة. أين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم يا مسلمين؟ هل ماتت فيكم الشهامة؟ هل ماتت فيكم الشهامة؟ أين أنتم يا عرب؟ ما هذا أحد يسمعنا؟ حسب الله نحن العيون السود يرجون رحمة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. خصمكم يوم القيامة يقول يا رب خذلتني أمة الإسلام، خذلتني أمة القرآن. يغتصبون الحرائر أمام أزواجهم وأمام آبائهم وإخوانهم، لا يعترفون بدين ولا علاقة لهم بالإنسانية. إنهم بعثوا سوريا الذين سرقوا الشهادة يا مطلب. لبيك 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 يا الله.
إلهنا وقفنا في هذه الليلة بين يديك وجهنا وجوهنا إليك رفعنا أكف الفاقة والضراعة إليك إلهنا يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما وقلت لا تظالموا وقلت لا تظالموا إلهنا 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 كل إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا يا الله يا الله ألما ولا عجزا؟ الأمرين معا. الأمرين معا، لكن ربما البكاء للألم أشد. نعم. فوالله لا خير فينا إلا بتحترق قلوبنا لهذه المشاهد التي تخلع القلوب. أنا لا أتصور أنه يوجد الآن على ظهر الأرض إنسان بغض النظر عن إسلامه أو عدد يعني يستطيع أن يتابع فقط مشاهدة هذه المشاهد التي تمزق القلوب. يا أخي نحن نتحدث عن الإنسانية، إنسانية الإنسان، يعني عن طهارة آدميته. ثم البكاء من العجز أيضا له مرارة شديدة، وأنت ترى أخا من إخوانك أو أما من أمهاتك أو بنتا من بناتك تذبح بهذه الطريقة وتمتهن كرامته بهذه الصورة ويصفع بالحذاء في وجهه ويطلب منه أن يسجد لصورة بشار، ويأبى هذا الرجل الذي يقتل ويصفع ويذبح ويعانى يأبى أن يسجد إلا بل يبصق على صورة هذا الظالم المجرم. أي إباء هذا؟ بل وأي إسلام وأي عظمة؟ نعم، يعني اصبروا أيها الأفاضل، ومن مات منكم ورب الكعبة أرجو الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء. والشهادة ليست عظيمة، ليست رخيصة، وإنما الشهادة مكانتها عند الله عز وجل كبيرة، وأسأل الله أن يحرمنا وإياهم أجر الشهادة.